بغيت تريني كيفاش نبدا؟ هذا هو السؤال اللي كيسولوه ليلا قاعدين، حيت البدايه هي كل شيء. في هذا الفيديو غادي نعلمكم كيفاش تبداو بطريقه صحيحه ومبسطه وتوصلوا ان شاء الله الى النتيجه التي كتطرحوا لها كاملين. هنا اول تمرين تنقوم به وهو الاهم، خاص يكون في اي قائمه كل حصه تدريبيه لك، اللي هو الكارديو. ليه فوائد كثيره لا تحصى، لكن باختصار نعطي البعض منها خصوصا في البناء العضلي. من فوائد الكارديو، يساعد على الرفع من مستوى دخل الاكسجين والدم في العضلات، يعني وصول المكونات الغذائيه الى العضلات بشكل افضل. يسرع عمليه الاستشفاء العضلي، مما يعني نمو عضلي كبير واسرع. يساعد في الحمايه والتخلص من بعض الالام وهكذا. دوز للتمرين الثاني. هنا نركز على العضلات المستهدفة في هذه الحصة التدريبية، وهو الجزء العلوي من الجسم. تسخين الأكتاف بحيث تكون عرضة الإصابة عند الكثير من الناس، مما يجعلك تنقطع عن الرياضة. هنا حركات بسيطة ومهمة بهذه الطريقة أو بأخرى، المهم لتفادي الآلام قبل أو أثناء أو بعد التمرين. المدة هنا من 3 إلى 5 دقائق تقريبا. التمرين الثالث وهو التمدد أو الاستطالة. ينصح بممارسة تمارين التمدد قبل القيام بأي تمرين رياضي. الفوائد كثيرة، أهمها تخليص الجسم من السموم التي تضره كحمض اللاكتيك، تخفيف من الآلام، الشد العضلي، تجنب حدوث تمزق العضلات أثناء أو بعد التمرين. تساعدك على بناء العضلات وتقويتها، إنعاش الدورة الدموية والجهاز التنفسي والعصبي. من بعد ما درنا الكارديو وتسخين العضلة المستهدفة والتمدد، هنا ندخلوا للحديد. أول تمرين وهو عضلة الصدر، الضغط بالآلة. اليوم ركزنا على الآلة، علاش؟ باش تساعدك كيفاش تاخذ الاتجاه الصحيح. الطريقة في العمل هنا، نختار وزن خفيف في الأول، ثم نبدأ التمرين مع الدفع والتركيز على الحركة السلبية. نرجع ببطء مع الضغط على الصدر بقوة. التمرين الثاني نفس العضلة، تمرين شامل لكن يركز على العضلة الجانبية والوسطى لعضلة الصدر. التمرين الثالث هنا لعضلة الظهر بالآلة. هذا التمرين يستهدف العضلة الجانبية اللي كتعطي شكل فراشة، ويستهدف العضلة الداخلية لعضلة الظهر. التمرين الرابع، السحب من أمام بالآلة. هذا التمرين يستهدف ويعمل على سمك عضلة الظهر، يعني تتكبر الظهر بطريقة مركزة وفعالة. التمرين الخامس هنا لعضلة الكتف بالضغط بالآلة. الطريقة هنا، تحكم دائما في حركتك على الصعود والنزول،
حافظ على مرفقيك إلى الداخل وجانب جسمك. التمرين السادس هنا بالدمبل لعضلة الكتف. هذا التمرين عمل على عزل وتطوير عضلة الكتف الجانبية والأمامية. التمرين السابع الترايسيبس بالكابل، سحب من فوق بهذه الطريقة مع الحفاظ على مرفقيك ثابتين مع عصر للعضلة. التمرين الثامن للترايسيبس بالبار على كرسي مسطح. الطريقة هنا رفع البار فوق رأسك مع ميل ذراعيك وتثبتهما بهذه الطريقة خلف رأسك لتمديد العضلة. التمرين التاسع عضلة البايسيبس بالبار واقف. هذا التمرين مركب يعمل على تحفيز جميع الألياف العضلية للذراع مما يعطيك ضخامة وقوة. التمرين العاشر لعضلة البايسيبس بالآلة. تقوم هذه الآلة بالتركيز وعزل العضلة مما يساعدك على إبرازها بشكل أفضل. التمرين الأخير دائما ما ننساه ويجب الانتباه له، اللي هو تمرين الساعد افومبرا. تقوية الساعد يساعدك على حمل المزيد من الأثقال لزيادة نمو عضلاتك وقوتك، لأنك نستعمله في جميع التمارين ولا بد من تمرينه في حصة البايسيبس.